نعرف منه رأيه في بيان النادي الأهلي بعدما يعني طلع من حوالي ساعتين كلم النادي الأهلي في بيان وأخرج بيان اتقال فيه طبعا كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم. أستاذ علاء إزاي حضرتك؟ أهلا مساء الخير كابتن إسلام، تحياتي لحضرتك وتحياتي كل مشاهدين قناتنا قناة النادي الأهلي. أستاذ علاء، بيان النادي الأهلي واضح وصريح، إيه رأيك في هذا البيان؟ والله يا كابتن إسلام هو بيان كاشف وعاري لكل الحقائق. هو فعلا واضح وبيان، يعني النادي الأهلي حط إيديه على الخلل الكامل في منظومة إدارة الكرة في مصر. ده بيان تقريبا كشف بيه عورات إدارة الكرة في مصر، المعايير المتناقضة زي ما حضرتك قلت ما فيش لوائح. كابتن اسلام يعني البيان ده اعتقد بل انا واثق ان هو هيسلك صدور كل جماهير النادي الاهلي اللي كانت عايزه رد فعل من اداره النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان على حسن ظن جماهيره بهذا البيان. النادي الاهلي النهارده بمنتهى الادب كالعاده وبقانونه باللوائح كالعاده، النادي الاهلي كشف كل الحقائق وبمنتهى الادب ومنتهى الهدوء. النادي الاهلي في طريقه للتصعيد، ده وقته الحقيقي، النادي الاهلي في فترات كتيره جدا جدا اغمض عينيه عن اشياء كتيره من منطلق انه مؤسسه، اكبر مؤسسه رياضيه في مصر وعليها انها تكون داعمه لمسيره الرياضه في مصر. فالنادي الاهلي كان دائما وابدا ما يترفع عن اشياء كثيره من اجل اللقاء او من اجل منح المسيره الرياضيه في مصر قبله حياه جديده رغم كل الازمات. النهارده حضرتك مسؤول في اتحاد الكره كنت على تواصل بيه النهارده صباحا وقال لي ايه رايك في العقوبات، فقلت له عقوبات مهينه ودي مهزله في حقكم انتوا قبل ما يكون في حق الكره المصريه، وقال لي انا بتفق معاك جدا. فقال لي إيه لا معلش تاني يا استاذ علاء، معلش، مسؤول في اللجنه الخماسيه حضرتك كنت على تواصل معاه وقلت له اتفضل كلنا تاني. هو بادر بالاتصال بيه النهارده صباحا لمعرفه رايي في العقوبات، واول ما قلت له انا اسالك سؤال واحد بس، ما هي اللوائح اللي تم اتخاذها عضوها هذه العقوبات؟ هذه العقوبات مهزله، ومهزله في حقكم انتوا، تدينكم انتوا قبل ما تدين الاهلي او الزمالك. انتوا اللي تدفعوا ثمن المعايير المغلوطه والمجاملات الرخيصه في توقيع العقوبات. هذا المسؤول اتفق معايا جدا وقلت له انا اتمنى من حضرتك ومن اللجنه المؤقته ان تطلع بحيثيات العقوبات. يا ريتها ما طلعت الحيثيات يا استاذ علاء، يا ريتها ما طلعت يا ريتها ما طلعت الحيثيات. انا اولا انا يا كابتن اسلام انا بعد نص ساعه فقط من مكالمتي معاه اتصل بي مره اخرى وقال لي هبعت لك حيثيات العقوبات كلها على الوصف، وارسل لي الحيثيات على الوصف وراح اتصل بيا. فانا قلت له والله يعني اضحكتني اكتر واكتر، فبيقول لي انت مش مقتنع؟ قلت له والله ما مقتنع باي شيء من اللي انت موجود في هذه اللائحه. قلت له والله انا لا انظر للعقوبات بعين واحده، وقلت له انا اذكرك ب 12 وقعه حصلت في تاريخ الكره المصريه في العصر الحديث، في العصر الحديث لمواقف وافعال فضيحه حدثت في المباريات وتم اتخاذ عقوبات رادعه، وذكرت له الوقائع بالاسم واسماء الحكام واسماء المراقبين اللي كانوا موجودين، وكل لاعب اخطا وارتكب فعل فضح لم يرى. يعني احنا عندنا ابرز مثال للاعب تم ايقافه بدون اي دليل ادانه واضح كان سمير كمونه، وخد ايقاف سنه بتهمه الفعل الفاضح في وقع لم يشهدها احد. فطلب مني ان انا اذكر له الوقائع كامله وابعت له على الواتس نقطه اخرى، ارسلت له كل الوقائع 12 وقعه لفعل فاضح في تاريخ الرياضه المصريه، وكيف كل اداره اتحاد الكره المصريه اتعاملت مع هذه الافعال وعملت له عقوبات ونص عقوبات. وذكرته بموقف يعني ادنت جدا تصرفات عمرو الجنايني، ادنت بشده جدا، قلت له دي افعال لا تليق بمسؤول كبير في مسؤول عن اداره الكره المصريه، لم يكن ابدا لمسؤول اسلام مؤقتا وينزل يصافح اللاعبين الفريقين بهذا الامر. وذكرته بموقف جمال علام رئيس اتحاد الكره الازرق، هو زملكاوي ويعلن زملكاوياته، ولكن جمال علام الكره الازرق كان اكثر احتراما لمنصبه، وفي مباراتين سوبر 2015 و2016 وانا كنت موجود مشاهد عيان
لم يبدي حتى فرحته بفوز فريق الزمالك مره ببطوله كاس السوبر، وكان ما ابداش اي علامات غضب من فوز النادي الاهلي رغم انه زملكاوي وهو بيعترف انه زملكاوي. كان مسؤول ملتزم جدا جدا في ارض الملعب حتى في تصرفاته، ما رضيش ينزل الا وقت تسليم الجوائز، لم يشارك لعيبه الاهلي فرحتهم ولا لم يشارك لعيبه الزمالك فرحتهم. دي وقعه خطيره جدا من الاستاذ عمرو الجنايني. فعلا الاستاذ عمرو الجنايني اهان المنصب بجد، يعني ان هو ان مسؤول ينزل يشارك، واذا كان البعض بيحاول الدفاع عنه وقال ان الصوره اللي نشرت كل وكالات الانباء اللي هي صوره فرحته وهو واقف بكاس الصوره بيقول ان دي اللي كان بيقصد بيها بيداعب بيها ناشئ الزمالك سعد، فده ما كانش وقته، المداعبات مش وقتها في وقت الاجواء فيها ملتهبه جدا داخل ارض الملعب، ما كانش وقتها انك انت تصافح وتحتضن لعيبه الزمالك بهذا الشكل وانت عارف ان الكاميرات موجوده ووسائل الاعلام موجوده. النادي الاهلي انا بشكره جدا يعني بنيابه عن جماهير النادي الاهلي، بقول له انت صد غضب الجماهير بهذا البيان، بيان فعلا جاد. النادي الاهلي فعلا بيقوم بدوره كمؤسسه وطنيه حقيقيه بتدافع عن حقوق النادي بما لا يضير الرياضه المصريه. النادي الاهلي مش عشان يدور على حقوقه يسيء الرياضه المصريه او يعطل الرياضه المصريه، النادي الاهلي بيلتزم القواعد. النادي الاهلي لم يكن ليخاطب الاتحاد الدولي الا ان صاد به الكيل وسدد امامه كل الطرق القانونيه للحصول على الحقوق المشروعه وفق اللوائح. كابتن سامح حضرتك قلت اكثر من مره ان حضرتك بتسال على لوائح الاتحاد الكوره، فعلا احنا كنقابه رياضيين بنسال النهارده، سالنا على لوائح اتحاد الكوره اللي فيها بنود الجزاءات والعقوبات. مفيش يا استاذ علاء، مفيش الكلام ده خالص، ولا بنشوفه ولا نعرف عنه حاجه. بقول لحضرتك انا عملت حلقه كامله او سلسله حلقات عن هذا الموضوع، ولا حد ولا كانك المهم ان كل الامور تمشي بالطريقه اللي هم عايزينها بعيدا عن اي شيء. يا كابتن سامح انا لما طلبت منه حيثيات الحكم انا كنت اظن ان في بنود في لائحه العقوبات، كنت اظن ان في عقوبه اللي بينص عليها اللائحه وموجود فيها عقوبات وفي كل خطا العقوبه ليه ازاي، لكن احنا طبعا فوجئنا ان مفيش لوائح، او هو لم يرسل لي، هو وعدني ان هو يرسلها لي لكن ما ارسلهاليش، طبعا لان مش موجوده بالفعل. تاني حاجه، انا موعود بقالي 3 شهور يا استاذ علاء، موعود بقالي شهرين. لا هي مش موجوده بالفعل، لا مفيش لائحه اصلا موجوده. والمعايير اللي تم عليها اتخاذ العقوبات واضح ان هي كانوا بيحاولوا بطريقه ساذجه جدا ان هم يوازنوا بين الكفتين، عدد اللعيبه هنا عدد اللعيبه هنا، يعني امر واضح جدا ان ممكن لطفل ساذج انه يعرف ان هي محاوله توازن مش اكتر دون الوقوف على الكارثه او حجم المهزله. وان هم كده يعني انا مش عايز اقول والله ان هم يعني انا مش عارف لو في مباراه قمه بين الاهلي والزمالك في وجود هذه اللجنه مره اخرى بحضور جماهير ممكن تحصل كارثه لا قدر الله. لا ان شاء الله مش هيحصل حاجه يا استاذ علاء، والامور ان شاء الله كلها تمشي. لا لا اتمنى طول ما فيش غدا يا كابتن اسلام، يعني هو بيقول لك من اساء العقاب من امن العقوبه الادب. احنا شفنا ازاي وصلنا للمهزله اللي حصلت في ارضيه الملعب ومن لعيبه كتيره جدا وكله شارك فيها على مرأى ومسمع. انت حضرتك شفت دلوقتي صوره حسام الزناتي رئيس لجنه المسابقات، وانا كنت متوقع ان هو ما يكونش عيان، ولما سمعت بالامس عمرو الجنايني في مداخله هاتفيه مع الاستاذ وائل البراشي وكان بيقول ان في عقوبات تاريخيه، عقوبات هتكون نقطه فاصله في تاريخ الرياضه المصريه، ما كنتش عارف ان هي هتكون عقوبات هزيله وعقوبات تفصيليه بهذا الشكل. انا بشكرك شكرا جزيلا نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ علاء عزت، الحقيقه كلام محترم.